على الرغم من أن الفائز في المنافسة قاد السيارة وحده ووصل إلى خط النهاية، إلا أن فوزه هذا تطلب دعما من الفريق بأكمله، ولذلك فإن المنافسة ليست تحديا فرضيا. فاز في المنافسة المتسابق علي عبد الله وحصل على المركز الأول في هذه البطولة بنتيجة 7 ثوان. وباعتباره سائقا يتمتع بخبرة تصل إلى 20 عاما، كان يقود السيارة بمهارة فائقة، ولكن الفضل في فوزه يرجع إلى زملائه. والله أنا ما عندي شيء، أنا أهدي الهداء هذا لراشد الجابري وللشباب كلهم، وما عندي شيء ثاني أقوله بس. وهذا مسكين يعني تقريبا من يومين ما بنايم، يشتغل بالسيارات وما بنايم، شوف شكله كيف ما بنايم، وما عندي شيء أقوله بس. والحمد لله كان يعني تعب شديد في خلال 3 شهور تجهيزات للبطولة هذه، تجهيزات كبيرة جدا. فإحنا قبل السباق ب3 شهور سافرنا إلى دول أمريكا وأوروبا حتى نشتري بعض الأغراض أو بعض القطع غيار التي نحتاجها للسيارات ونجهزها في الورشة عندنا. وقال راشد الجعبري إنه أحضر سيارتين للمشاركة في هذه البطولة، والفريق مكون من أكثر من 20 شخصا، ويضم إلى جانب المتسابقين العمال والمهندسين ومسؤولين عن المعدات وموظفي الخدمات اللوجستية. ونظرا لأن السيارة تعتمد على جهاز الكمبيوتر بشكل كبير للسيطرة على كل المكونات، يجب وجود مهندس برامج في الفريق، ويتطلب الفوز في السباق التعاون بين جميع أفراد الفريق.